لماذا عندما سمع الرضيع صوت واعية الإمام؟ عندما سمع واعية الإمام لماذا اضطرب؟ ما الذي كان يريد أن يقوله لسيد الشهداء؟ ما اضطرب للعطش يقينا، لأنه قبل ذلك أيضا كان عطشانا وما كان يضطرب. ما هي القوة التي دفعت الرضيع أن يضطرب؟ لعله كان يريد أن يقول لأبيه: أبا يا حسين، أنت تنادي بالغربة، هذا النداء نداء الغربة، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هذا نداء الغربة، يعني ما بقي لي شيء، ما بقي شيء، شخص يدافع عني. لعله كان يريد يقول لأبيه: أبا يا حسين، لا زالت الخيام تتضمن جنديا صغيرا لك. لعله كان يريد يقول لأبيه: أبا يا حسين، أنا لا أتمكن أن أحمل السيف وأدافع عنك، ولكني أتمكن أن أحمل صوت مظلوميتك.